متى اقدر اعطيه؟ الاسبوع الاول. شده قليله، تو جاي اللاعب هوله ومشي واطارات حوالي الملعب عدل؟ صحيح. اذا خفيف هني، شوف البرتقالي هوله جاني جانبي بالاخضر 40 متر، خل نشوف الحسب. ها انا ما حطيت التمرين بس كذي، خل نشوف ايش كثر يهول. يؤدي اللاعبين 5 دورات كامله في خلال 12 دقيقة ونص. جري هرولة 70% 100 متر باللفة الواحدة، لو تحسبهم الهرولة 100 متر. في 5 لفات في مجموعتين 1000 متر. إذا هرولة راح يركض 1000 متر. جري جانبي 400 متر. جري بالظهر 400 متر. يؤدي اللاعبين مسافة 900 متر بالمجموعة من 5 دورات 1800 متر. مدة تمرين كاملة 27 دقيقة. هذا تمرين خفيف لكن يعطى في الأسبوع الأول، وأيضا التمرين الأول يعطى في الأسبوع الأول. خلينا نشوف تمرين ثاني أقوى شوي. ها خلينا نشوف هذا التمرين.